السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه. بصوا بقى، عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، عشان خلاص بقى احنا بنحضر شنط السفر واخيرا هنسافر وهنصيف. عايزكم بقى تتوقعوا في الكومنتات احنا مسافرين فين وايه البلد اللي احنا طالعين السنه دي نصيف فيها، واللي هيتوقع صح هقول اسمه بامر الله الفيديو اللي جاي. طيب، عايزه اقول لكم ان احنا ابتدينا بقى نجهز شنط السفر، وبناتي متحمسين جدا جدا وفرحانين قوي قوي. يمكن من قبل ما احجز ومن اول ما قررنا ان احنا خلاص هنسافر، وهم عمالين يقولوا يا ماما نزلي الشنطه، يا ماما عايزين نحضر الشنطه، وانا اقول لهم لا اصبروا لما نحجز نبقى نحضرها. انا يعتبر حاجزه في الوقت بدل الضايع، يعني قبل السفر بيومين يعتبر انا حاجزه، فما فيش وقت بقى اللي احنا ناخد راحتنا في اي حاجه، لا احنا لازم ننجز كده ونحضر كل حاجه وكده، تمام؟ فعايزه اقول لكم بقى ان السفريه دي قد ايه بتبقى مهمه بالنسبه لنا، لان فعلا احنا بنروح نشحن طاقه ايجابيه فيها، نشحن كده باور كده اللي احنا نبدا سنه جديده كده، نبدا نرجع لبيتنا تاني ونشوف حياتنا تاني من الاول، نشحن، لازم نشحن كده. فحرفيا بتبقى مهمه جدا لنفسيتنا، وبالذات كمان الاطفال بتبقى مهمه جدا ليهم، ان هي تفصلهم شويه بقى عن جو الدراسه والمدارس ويبقوا فرحانين كده. فعايزه اقول لكم البنات متحمسه جدا وفرحانه جدا، فعايزاكم بقى تتوقعوا احنا مسافرين ايه فين، وعايزاكم بقى توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، تمام؟ اول حاجه نزلنا بقى شنطه السفر كده. احنا ان شاء الله طالعين سفريه 3 ليالي و4 ايام، فهاخد كل حاجه على 3، هدوم الخروج على 3، لا الغيارات الداخليه للبنات هزودها مثلا شويه عشان خاطر بينزلوا البحر، بينزلوا البسين وكده فبيغيروا كذا مره. هاخد لهم كمان هدوم خروج، هاخد لهم التوج طبعا بتاعتهم ما نساهاش، والاكسسوارات والحاجات دي، والموبايلات طبعا والشواحن والهدوم بتاعت البحر بقى اللي هي المايوهات والتاني والبرنيطه بتاعتهم والكبات والحاجات بقى بتاعت البحر، الالعاب بقى بتاعت البحر والعوامات، طبعا دي حاجات يعني اساسيه في اي سفريه، والنضارات طبعا، تمام؟ فابتديت دلوقتي اول حاجه عملتها في شنطه السفر ان انا جهزت هدوم الخروج لكل بنوته، فيهم 3 اطقم، يعني 3 اطقم خروج لل3 ايام، غير طقم السفر اللي هم هيسافروا بيه ده ملهوش دعوه بال3 ايام، تمام؟ وزودت لهم زي ما قلت لكم الغيارات الداخليه، وخدت لهم كمان شباشب وكده، والكوتشيات هيسافروا بيها والشباشب واخداها معايا، حطيت كمان في الشنطه العوامات، وحطيت الطواقي والبرانيت والحاجات ديت، وحطيت لي انا بقى الشباشب اللي انا بطلع بيها البحر، والمايو بتاعي والجوزي بقى الفانيلات القط والاشرطه بتاعه البحر والكلام ده كله، والمايوهات وكل الحاجات بتاعه البحر دي حطيتها. دخلت بعد كده على التسريحه، ابتديت بقى الم الميك اب اللي انا هاخده معايا، ونضاره الشمس والشامبو بقى، وحطيت حبه من الشاور في علبه صغيره كده عشان مش هينفع اخد العلبه بتاعه الشاور عشان كبيره كلها. واخدت كمان معايا ايه كمان، اخدت معايا كمان الكريم بتاع شعر البنات، وخدت معايا المخمريه، وخدت معايا طبعا المشاط والفرش عشان نتسرح طبعا هناك، و اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، وزي ما قلت لكم بالشامبو والشاور والكريم والاكسسوارات طبعا وكده، تمام؟ جيت على هنا ونفس الكلام ليا زي ما عملت ليا للبنات، حطيت 3 دريسات ليا غير الدريس اللي انا هسافر بيه، تمام؟ والجوزي برضو 3 اطقم خروج غير الطقم اللي هو هيسافر بيه، تمام؟ وكمان نزلت بالليل كده جبت للبنات جردل للبحر، ده البنات بقى هيكلموكوا عنه بالتفصيل عشان ده تخصصهم هم، تمام؟ عشان ده هم بقى اللي ايه في الحاجات دي. وفي السوسته اللي انتم شايفينها في الجنب دي حطيت بقى فيها ايه، حطيت فيها الطرح بتاعتي، وحطيت فيها الاطقم الداخليه، وحطيت كمان البوني ده طبعا مهم عشان خاطر حمام السباحه، بيبقى طبعا فرضين اللي لازم حمام السباحه ينزلوا ببونيه في دماغهم، فجبت لهم البونيه برضو معايا، فرضوا عليهم تمام، ما فرضوش خلاص، فاخدت معايا احتياطي، وخدت كمان البرانيت، وزي ما قلت لكم خدت طرح تليق على كل دريس طبعا، والاطقم الخروج بتاعه جوزي قبل ما احطها كويت له القمصان كده وطبقتها زي ما انتم شايفين، وحطيتها على الوش عشان خاطر دي. تعالوا كده افرجكم على الحاجات اللي جبتها للمصيف. اول حاجه جبت الدريس دوت لونه كحلي كده وسيمبل خالص، ساده ومفيهوش اي حاجه، هو نازل بس كده زي كسرات كده من هنا من على الصدر، وحزام لونه ذهبي كده من على الوسط، طبعا بيتضيق كده على المقاس يعني على قد يعني كده بالحزام، ونازل بسلسله ذهبي من هنا كده، ده ستايله بس رايق خالص مفيهوش اي حاجه، وفي الكم عاملين نظام الزراير، شكله حلو شكله لطيف كده وسيمبل. هلبس عليه يعني انا بفكر ان انا البس عليه طرحه بيضه
ولسه برضو هجرب يعني طرحه بيضه ولا ايه، يعني لسه هشوف الانسب، بس انا دايما بلاقي ان الكحلي بيليق مع الابيض تمام، ولا البس حاجه لون الحزام، لسه هشوف ولسه هجرب حاجتين ونشوف ايه الانسب. فجبت الدرس ده تمام، هوريكم شكله كده من على بعد كده اهو، نزل كده يعتبر سيمبل خالص ما فيهوش حاجه، وانا يعتبر اول مره اجيب اللون الزهري ده تمام. بصوا بقى جبت في الميك اب ايه، انا ما جبتش حاجات كتير لان انا عندي، فالحاجه بس اللي كانت خلصانه عندي جبتها. جبت الماسكارا ديت اهي، جبت اللي هي الماسكارا البلاستيك دي كانت عامله 75 جنيه، وجبت كمان مخمريه، انتوا عارفين ما بستغناش عنها، بشم الريحه والريحه اللي بتعجبني بجيبها تمام. وجبت كمان الماسكارا بتاعه الحواجب دي، الدرجه اللي انا برتاح فيها جدا وبحب الدرجه بتاعه البني ديت تمام، دي كانت عامله 25. جبت دولت بس في الحاجات بتاعه المكياج. طيب عايزه اقول لكم ان انا اكتشفت يعني يعتبر قبل الرحله بحاجه بسيطه، ان الشنطه اللي انا بسافر بيها اللي هي الكتفين اللي بحط فيها الاكل ان هي مقطوعه خالص، ورحت بعت اللي انا خيطها قال لي ان هي مش لازم اوديها لمحل يكون عنده المكنه اللي هي بتصلح الشنط، فما كانش فيه وقت وكده، فاضطريت ان انا اشتري شنطه من يعتبر من اقرب محل ليا. جبت الشنطه اللي هي الصاعقه ديت على شكل جيش كده. بصوا انا لو كان عندي وقت كنت نزلت ودورت وشفت الاحسن، هي كبيره من جوه كده زي ما انتم شايفين، بتبقى غويته قوي اللي تحت كده عشان خاطر تشيل حاجات كتير. فيها السوسته ديت، وادي فيها سوسته كمان هنا اهي تمام، وادي سوسته اهي برضو، وفين تاني، وفي سوسته هنا جيب اهو تمام. جبت الشنطه الصاعقه دي زي ما قلت لكم في وقت ضيق جدا، وما كنتش عامله بصراحه حسابي عليها، ان انا قلت عندي شنط وكده، بس ايه اكتشفت ان هي مقطوعه مهريه، يعني ليه عايزه حاجه تنجدها كده، فنزلت جبت ديت، دي كانت عامله 250 جنيه. طيب بصوا بقى انا اشتريت شويه حاجات كده للفطار هناك، او شويه حاجات للايه لنظام التسالي. انا هحكي لكم انا نازله نظام ايه عشان نظامي السنه دي مختلف. انا نظام نازله في الاكل، هو انا طالعه رحله بالاكل، بس نظام الاكل اللي هو السيت منيو اللي هو نظام الوجبات تمام، فقلت برضو ازود معايا شويه حاجات عشان خاطر البنات لو جاعوا في اي وقت، او احنا حبينا ناخد معانا حاجات وكده اكل على البحر او اي حاجه جوعنا في اي وقت، يبقى برضو انا ايه واخده حاجاتي معايا، لان انا معرفش الاسعار هناك ايه. اول حاجه جبت الحاجه الساقعه ديت، جبت بيبسي 2 لتر ديت تمام. جبت ايه كمان، جبت كمان اندومي، شكلت اندومي بقى خضار واندومي اللي هو النودلز ده، واخده معايا كمان كيس سكر تمام، واخده معايا كمان كيس سكر، وجبت كمان الاندومي اللي هو اللحمه. جبت ايه كمان، جبت كمان العلبه دي عشان خاطر لما احنا نبقى طالعين على البحر احط فيها فاكهه، احط فيها وجبه، احط فيها اي حاجه. انا جبتها والست قالت لي ان هي بتخش الميكروويف، بس انا مش عارفه كلامها صح ولا لا، لان بصوا هي معموله عليها من ورا علامه الخمسه اللي هي صحيه، بس مش معموله علامه الميكروويف، انا بصراحه مش عارفه. العلبه ديت بصوا هي كبيره، انا جبت اكبر حجم في الطقم، فدي كانت عامله 40 جنيه، بس هي بصراحه البلاستيك بتاعها نظيف، تعمل كده وتتقفل. اللي هو لو حابه بقى اللي انا احط فيها وجبة هتنفع جدا، حابة احط فيها رز وفراخ مثلا، حابة ان انا احط فيها فاكهة واغسلها واخدها معايا على البحر كده، هتبقى حلوة جدا، العلب دي بتنفع جامد قوي تمام. طيب جبت ايه كمان، تعالوا بقى اوريكم جبت ايه بقى في ايه في الحاجات بتاعه الفطار. انا زي ما قلت لكم احنا نازلين بالوجبات، بس ديت حاجات زياده انا واخداها معايا عشان خاطر يبقى ايه انا مش ضمن الوجبه اللي هي تبقى مشبعه مش مشبعه، الحاجه هتكفي ابقى برضو واخده معايا الحاجه احتياطي. جبت كمان سيناكولا، يبقى انا جبت البيبسي سيناكولا اسود اهو، وجبت اللي هو البرتقال ديت، جبت دي لتر وجبت دي 2 لتر تمام. جبت كمان علبة الحلاوة التحنية ديت بتاعت وادي النيل، جبت دي كانت عاملة 60 جنيه. العلبة ديت قد ايه، العلبة دي تقريبا كيلو مش عارفة، لا ده 600 جرام، دي كانت عاملة 60 جنيه العلبة دي تمام. ديت بقى للفطار، البنات جوعوا انتوا عارفين البحر بيجوع، فحبيت ان انا بقى واخده الحاجه معايا بزيادة. جبت كمان علبة المربى البيتي ديت، مربى الايه الفراولة دي تمام، وجبت كمان علب جبنه فيتا اهيت،
وجبت كمان معاها علبه كمان ديت فيتا، عامله زي العلب اللي احنا بناخدها في التموين تقريبا، مش عارفه انا شبهت عليها تقريبا. المهم ان انا نزلت جبت الحاجات دي مع بعضها، وجبت كمان علبه تونه دولفين دي كانت عامله 35 جنيه. الحاجه اللي انا بفتكر سعرها بقول لكم عليها، المربى هي اللي مش فاكره سعرها. وجبت كمان باكو شاي عشان نعمل شاي هناك بقى وكده، وناخد بقى شاي معانا على البحر، ناخد نسكافيه نشرب بقى حاجات حلوه، عارفين بقى ايه رحله واحب الحاجات ديت. جبت كمان كوفي بريك، بصوا شكلت النسكافيه بقى باطعم مختلفه، يعني جبت الكوفي بريك وجبت ده، وده يعتبر انا اول مره اجربه اهو. جبت الاكياس ديت، شكلت كده ايه من هناك، يعني الكيس الواحد ب5 جنيه، فشكلت الاكياس ديت. تمام، جبت ايه كمان هوريكم، اخد كمان جبت جبنه رومي، واخدت كمان بيض. طيب انا هوريكم نظام الوجبات هناك هيبقى عامل ازاي، وهعرفكم كل حاجه، وهوريكم ان شاء الله كل حاجه بالتفصيل. بس زي ما قلت لكم كان لازم اخد معايا حاجات بزياده قدام انا معايا اطفال وكده. تمام، جبت ايه كمان، بصوا بقى جبت ايه، جبت في الفاكهه معايا، انا بحب الفاكهه قوي بصراحه، بتبقى حلوه يعني في اللي احنا خارجين يعني وكده. جبت معايا عنب هغسله بقى وعينه في علبه زي كده من بتوع الثلاجه. جبت عنب اللي هو الاحمر ده، جميل قوي، دقته بصراحه قبل ما اشتريه لقيته مسكر وحلو، ده كان عامل 30 جنيه. وجبت كمان البلح، البلح ده بص بالنسبه لي عيش، انا بحب جدا البلح الصغير ده، بصوا البلح الصغير ده بحبه جدا، بيبقى مسكر قوي، بصوا تحفه البلح الصغير دوت. جبته برده منه، ده كان الكيلو برده منه عامل 30 جنيه. بس دي يعتبر الحاجات اللي انا شاريها للفطار، او مثلا زي ما قلت لكم حاجات زياده معايا البنات جاعوا، تمام، يبقى من الحاجه موجوده عندي عشان خاطر زي ما قلت لكم انا نازله اللي هو السيت منيو اللي هو الوجبات، مش نازله اوبن بوفيه، فبرضو يبقى معايا حاجات زياده، ولو طلعنا على البحر برضو جوعنا في اي وقت، الميه بتجوع فيبقى معانا حاجات زياده. فهبتدي دلوقتي اللي انا اسقع الحاجه الساقعه ديت، في حاجات هسقعها دلوقتي زي الفاكهه، زي الحاجه الساقعه، زي المربى، في حاجات هسقعها دلوقتي، وفي حاجات هجهزها. فهنجهز بقى الشنطه دي مع بعض بالحاجات ديت وبس كده. يلا سلموا عليهم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي. عايزه اقول لكم ان احنا خلاص ابتدينا بقى تجهيزات المصيف، ومتحمسين جدا ومستنيين المصيف، يعني بنعد الساعات كده والايام كده عشان نطلع المصيف. نزلنا امبارح اشترينا بقى ايه؟ جردل البحر. عايزه اقول لكم هم فرحانين بيه جدا جدا. الاول اللي حصل ان احنا كنا ماشيين واشترينا جردل من ايه، من محل، وجينا بعد كده مشينا قدام شويه لقينا جردل تاني بقطع بقى كتيره، فرجعنا او التاني كان بقطعتين بس، فبعد ما شفنا ده قلنا ايه ده اللي احنا اشترينا ده، رحنا رجعنا تاني وجبنا بقى ده. يلا هم بقى عايزين يفرجوكم على جردل البحر الجديد، يا ريت نحافظ بقى عليه ويكفينا كام سنه بقى، مش كل سنه نشتري حاجات البحر تاني من الاول، والمسدسات اللي باظت والنظارات، في حاجات بصوا يعني الله ينور عليهم الصراحه. شفتوا مكه؟ وشفتوا وش مكه اتعور ازاي؟ وريهم يا ميكي، قربي كده، شفتوا العين بالعين عينها عامله ازاي؟ بصوا بصوا، وقعت اتشقلبت على دماغها وتعورت، والله زعلانه عليها قوي. يلا ملوكة، عايزة اقول لكم ان الجردل ده عامل 75 جنيه، بعد ما قال لي ب85 رجع قال لي لا ب75. اول حاجة وريهم كده يا لوكا، ده ايه؟ ده الجروف اهو، تعلي صوتك يا ملا، ده الجروف اهو، وبصوا معاه قطع كتيرة قوي عشان يلعبوا بقى على الرملة كده قدام البحر كده بيه. وده جاروف تاني او كوريك تقريبا واحد جاروف وواحد كوريك. هما بقى بصوا فرحانين قوي عشان عايزين بقى يعملوا اشكال بقى على البحر كده بالرملة، ويلعبوا بيه بقى كده على البحر، فهم متحمسين قوي. ده الرشاشة هو، قولي لي يا ماما نبقى نستعمله ونسقي بيه الزراعية لما نرجع. بصوا ده الرشاشة هو بتاع المية، يملوا بقى مية ويرشوا بقى ايه بيه، شكله برضو لطيف قوي. احنا كان عندنا الجردل الاولاني وكانش معاه الرشاش ده، ده بصراحة حلو ومعاه حاجات كتيرة كده.
ولا يا لوكا؟ ده بصوا بقى ياخد مساحة دوت في الشنطة بتاعت السفر ديت. ايه يعني؟ الله ينور. يلا. ودوت بقى الجردل الاساسي اهو، ده بقى على شكل ايه؟ قلعة. اه اللي هما يملوه رمل وبعد كده يكبسوه ويقلبوه ويعمل لك يا مكة شكل قلعة. تمام. فالجردل على شكل قلعة يا مكة، ماشي؟ يعملوا القلعة في النص ويحطوا الاشكال حواليها. وديت كابوريا، هي بالاشكال الصغيرة بقى دي، في منها كتير. كابوريا في اربعة من الاشكال ديت. وفي البتاع دوت ده اسمه ايه؟ جمبري. مش عارفه، انا حاسه انه مش جمبري، حاسه انه هو حاجه شكلها كده عامله زي حاجه مرعبه كده، مش جمبري ده. الله، احلى حاجه عجباني النجمه دي. النجمه دي شكلها لطيف قوي، نجمه البحر دي. وادي سمكه ايه كمان يعني. بصوا هتقسموا بقى الاشكال دي كلها بقى وتعملوا، عايزاكم بصوا تبدعوا على البحر، عايزاكم تبدعوا بقى وتعملوا بقى اشكال وتلعبوا وتحفروا. عايزين ندفن مكة وندفن ملك. وبصوا اللي مش هيسمع فيكم الكلام هيدفن يعني، انا قلت لكم. فدوت الجردل زي ما قلت لكم عامل 75 جنيه. هنركبهم تاني برضو في البتاع عشان خاطر هنجهز بقى الايه؟ هنجهز الشنطة بتاعت السفر. دخلت بقى دلوقتي على المطبخ عشان خاطر بقى هجهز الاكل اللي انا هاخده معايا. انا زي ما قلت لكم انا حاجزه بالاكل، بس الاكل نظام سيت منيو، وانا اول مره اطلع رحله تكون سيت منيو. سيت منيو دوت يعني نظام وجبات، وهو بيسلمها لك في الغرفه. يعني انت الوجبه اللي انت تاخديها مش اوبن بوفيه اللي انت بقى تغرفي براحتك او تاخدي براحتك والكلام ده، لا، هو نظام ان هو بيسلمك الوجبه ويجيبها لك الغرفه وكده. فانا قلت لا، انا برضو عشان معايا اطفال ورايحه مكان انا اول ما يعني معرفش الدنيا فيها ايه هناك، او معرفش الاسعار ايه هناك، فالافضل ان انا اخد معايا حاجات. والله الاكل اللي هم جابوه كفى، يبقى حلو. البنات جاعوا معايا، يبقى انا واخده برضو احتياطي اكلات معايا وكده. تمام. فعشان كده دايما انا معايا اطفال لازم اعمل حسابي لكل حاجه. وكمان انا معرفش الاسعار هناك في ايه، بالذات ان انتوا عارفين ان اي بلد سياحيه بيبقى الاسعار فيها الطاق 2 او الطاق 3، فلازم اكون عامله حسابي ومجهزه حاجات. فنزلت كده جبت فاكهه، جبت البلح وجبت العنب، وقلت عشان خاطر ناخده معانا على البحر ننقنق فيه يعني وكده. انتوا عارفين البحر اساسا بيجوع والبحر بيبقى عايز كده حاجات زي كده. فقلت لا، انا هاخد معايا الفاكهه يعني وكده. وطبعا هو السيت منيو دوت ما بيبقاش فيه اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، مبقاش فيه مشروبات، هو اكل بس، وجبه فطار ووجبه غدا، فما فيش بقى ولا عشاء ولا في مشروبات ولا اي حاجه. فقلت لا، انا لازم اخد معايا مشروبات وكده. فاخدت بقى معايا اللي هو الكوفي بريك، واخدت معايا النسكافيه، واخدت معايا الشاي والسكر، واخدت كمان معايا بقى اندومي للبنات بقى اللي هما ايه يتسلوا بيه في وسط اليوم كده، جاعوا ولا اي حاجه، اعمل لهم مثلا اندومي كده كسناكس يعني في وسط اليوم وكده. وجبت لهم بقى كراتيهات وبسكوتات والحاجات دي، بس الكراتيهات والبسكوتات دي ياخدوها معاهم بقى في الشنطه اللي احنا ناخدها معانا في الباص عشان خاطر يعني كتسالي في السفريه وكده، فاهمين قصدي؟ ان هم ياخدوها يتسلوا بيها في الطريق يعني وكده. فغسلت الفاكهه وحطيتها في الاطباق في العلب بتاعه الثلاجه، واخد كمان معايا المج الحراري دوت عشان هعمل فيه شاي او نسكافيه معانا في السفر واحنا مسافرين نبقى نشرب برضو ايه بيه. وهاخد كمان معايا حاجه ساقعه، حاجه ساقعه للسفر هناك نشربها واحنا هناك في السفريه، وحاجه ساقعه في الطريق يعني عشان خاطر بقى انتوا عارفين الطريق طويل، عايزين نشرب بقى حاجه ناكل حاجه، يبقى معانا برضو عاملين السندوتشات، عاملين مثلا جايبين حاجات تسالي وكده. ابتدت بقى دلوقتي ان انا اظبط الشنطه كده واحاول ان انا استغل كل مكان فيها. فكل ما تكون الحاجه متظبطه، كل ما تكون الحاجه مرصوصه حلو، كل ما الشنطه بتاخد معاكي مساحه كبيره. نفس الكلام في شنطه السفر، كل ما انت بتطبقي الهدوم حلو، كل ما انت بتنظمي الهدوم هتبصي تلاقي الشنطه بتاخد معاكي هدوم اكتر وبتاخد معاكي مساحه اكتر، يعني بتوفر معاكي مساحه اكتر. تعالوا شوفوا بقى الاكل اللي انا اخدته معايا. عملت فرخه، هي سويتها في الفرن كده، تبلتها وغسلتها وبعد كده تبلتها وسويتها في الفرن، وهياخد معايا الفرخه ديت. تمام. وقليت كمان بانيه وقليت ستريبس، هاخد الثلاث وجبات دولت للثلاث ايام.
بجانب زي ما قلت لكم الوجبات اللي هم هيثم ومهنا، زي ما يعني انا برضو مش عارفه هل الوجبه هتبقى مشبعه، الوجبه هتبقى مكفيه بتاع، فعشان كده عملت احتياطي وقلت اخد معايا الحاجات دي، قليت اهوت البانيه واحطه برضو في الاطباق بتاعه التخزين دي واغلفه كويس، واحط بقى الوجبات دي معايا كل يوم نطلع وجبه منها مع جانب الاكل اللي هم هيسلموا، او مثلا لو في وسط اليوم طالعين على البحر البنات مثلا جيعوا، او جينا بالليل مثلا عايزين يتعشوا ما بين مثلا الوجبه الفطار والغدا، ما بين الوقت بينهم عايزين ياكلوا اعمل لهم سندوتش اي حاجه. وادي البيض اهوت كمان سلقت البيض هاخده بقى معايا مسلوق، انا يعتبر واخده الاكل معايا كله جاهز على الاكل، يعني مش واخده اكل معايا اللي هو يبقى لسه هسوي هناك ولا الكلام ده، لا انا عايزه اروح اتبسط مش عايزه اروح اعمل اي حاجه، فناخد الاكل جاهز على يعني ياكلوا على طول. اخدت بقى الحاجات اهيت كمان المعلبات بتاعه الثلاجه، وابتدي بقى ارص كل الكلام ده بقى في الشنطه، انما السندوتشات بقى هعملها قبل السفر على طول بساعه كده، هعمل بقى السندوتشات وكده، وان شاء الله تكون رحله سعيده يا رب كده ونتبسط. بس كده ده كان الفيديو بتاعي.